ذا اليوم. 21 من ديسمبر عام 2001 توج نادي الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة في تاريخه. فاز على صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف من دون رد بعد التعادل ذهابا بهدف مقابل هدف في جنوب إفريقيا. أحرز هدف المباراة في مباراة الذهاب سيد عبد الحفيظ. أحرز أهداف الأهلي في مباراة الإياب خالد بيبو هاتريك. فاز الأهلي بالبطولة 8 مرات أعوام 1982 1987 2001 2005 2006 2008 2012 و2013.